السلام عليكم، معكم مصطفى فاكير، مرحبا بكم. درس هذا اليوم هذا هو إعادة توزيع التلاميذ على الأقسام. فمثلا أنا كنت استقبلت تلميذ وافد من مؤسسة أخرى، سجلته ولكن ما كملتش الإجراءات حتى النهاية، واليوم غادي تشوفوا معايا كيف يتم ذلك. أولا ندخل الحساب ديالي منظومة المسار، ثم نضغط على زر توزيع التلاميذ وإعادة التسجيل. نعود نضغط ضغطة أخرى على زر توزيع التلاميذ على الأقسام. هنا كما كتلاحظوا عندي قسم مستوى الثاني أو الثانية أولي، عدد التلاميذ هو هذا، ولكن كينقصني داك التلميذ الوافد من مؤسسة أخرى، مازال ما عنديش في اللائحة مع التلاميذ. نقوم بالضغط على أيقونة التلاميذ الغير موزعين. كما تلاحظون التلميذ اللي كنبحث عليه هو هذا، مازال ما التحقش بالقسم ديالو. الآن سأقوم بالضغط على هذه الأيقونة الصغيرة ثم أضغط إعادة توزيع التلاميذ. تظهر هذه النافذة للتأكيد، هل تريد حفظ المعطيات؟ نعم، أضغط نعم. ننتظر قليلا إلى حين ظهور نافذة أخرى مفادها لقد تم حفظ المعطيات بنجاح، أضغط إغلاق. وبهذا نكون قد ألحقنا هذا التلميذ الجديد إلى قسمه ضمن قسم المستوى الثاني أو الثانية أولي. وأخيرا نقوم بحفظ أرقام الترتيب إما يدويا أو عن طريق الضغط على زر توليد أرقام الترتيب. نضغط نعم لتأكيد حفظ المعطيات. ننتظر قليلا إلى حين ظهور نافذة مفادها لقد تم حفظ المعطيات بنجاح، ثم نضغط إغلاق. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه العملية. شكرا لكم، إلى اللقاء.